على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فارس القراء وسفير دولة التلاوة لمصر والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطارود مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروطي. ندعو الله له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم بهذا البلد، ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يروا أحدا. ألم نجعل له
لسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والشمس وضحاها والنهار إذا جلى
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وشرفنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا ببركة القرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن جافي الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن يا حنان يا منان يا ذا الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك أكرم الأكرمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهكذا يا أخوة المؤمنون عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ الشباب الأول
وسفير دولة التلاوة لمصر والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بطارية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروتي. ونقلها لكم من داخل قصور الضيافة المتنقلة إدارة صلاح بخيت وولده محمود المقيم بالزقازيق، الهندسة الكهربائية إدارة السيد المغربي إدارة أنمس، الهندسة الصوتية ومنتقر للإذاعات الخارجية إدارة الحاج محمد الخولي وأولاده المقيم بالعوزجة مركز هيا، خدمة النت العالمية إدارة عميد المصورين المهندس ناصر صلاح المقيم بشارع وادي النيل بالزقازيق، الخدمة الفندقية المتميزة على مستوى الجمهورية إدارة ميدو المقيم بمنايوس. أيها السادة، ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكريم بواسع رحمته ولأسرته الصبر والسلوان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.